السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم في أفضل الأحوال. جيت جبتكم جديد أخبار الفن، بخصوص أخبار الفنانين والمشاهير مؤخرا. كما كيتداول في السوشيال ميديا الخبر اللي فيما كتدخل لاباج فيسبوك ولا تويتر ولا الانستغرام، اللي هو الخبر ديال حفل أسطوري اللي دارته أسماء بيوتي. هو فعلا حفل أسطوري والناس بزاف قالوا مناسبة بلوغ ديال البنت ديالها الكبرى، ولكن هي نفات ونكرات، قالت لا بنتي باقا صغيرة، باقا غير بغيت نفرح بيها بعيد ميلادها. يعني هذاك الحفل الأسطوري ما داتوش مناسبة البلوغ، إنما داتو باش تفرح بناتها. قالت لك أنا ما درتش عيد ميلاد في الوقت ديالهم ومع مع الامتحانات وما بغاش تبرزطهم، خلات تفات الوقت ديال عيد ميلاد عاد وكملوا عيد الامتحانات ديالهم، عاد دات لهم بات لهم عيد ميلاد ديالهم. يعني كانوا يقدروا يكونوا تزادوا في نفس الشهر وجمعتهم بجودات لهم عيد ميلاد. ايوا الله يسر لها امورها والله يعطيها من عنده، واللي ما عندوش الله يعطيه، واللي عنده الله يكمل عليه ويزيده من فضله. الى عجبتكم القناة ما تنسونيش بابوني لايك واشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد إلى فيديو قادم إن شاء الله.